أهلا بكم مشاهدينا. المانجو فاكهة الصيف واللي بيحبها الكثير وينتظرون طرحها في الأسواق، ولكن ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود كارثة تهدد المحصول هذا العام لتساقط الثمار من على الأشجار. فهل بالفعل هناك خطر على محصول المانجو هذا العام، وما يتم تداوله صحيح أم لا؟ الحقيقة أن مصر خاصة محافظة الإسماعيلية تشتهر بزراعة المانجو على عشرات الآلاف من الأفدنة، ولكن خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بسقوط ثمار محصول المانجو من الأشجار، كما نشر نشطاء من محافظة الإسماعيلية صورا لسقوط المحصول على الأرض في مزارعها بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة على مدار يومين. وللأسف أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن التغيرات المناخية أثرت على محصول المانجو هذا العام، وأدى ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح خلال الأيام القليلة الماضية إلى سقوط المحصول بالفعل من فوق الأشجار قبل نضجها، وهو ما يهدد بالفعل محصول هذا العام بكارثة. وأجاب أيضا عن سؤال هل عملية كمر ثمار المانجو يمكنها أن تنقذ المحصول وتجعله ينضج، وقال أن كمر المانجو غير الناضغة لا يمكنه إنقاذ المحصول لأن هناك البعض من ثمرات المحصول ما زالت صغيرة ولا يمكن أن تنضج بالكمر، وللأسف سيؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة لمزارعي المانجو. كما كشف أيضا عن أن التغيرات المناخية أثرت على محصول الزيتون أيضا هذا العام، وأشار إلى أن محصول المانجو متأثر منذ سنوات بسبب التغيرات المناخية، ولكن ما حدث من ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح زاد من تلك التأثيرات، والعام الماضي شهد أيضا وفرة من إنتاجية المانجو، ولكن العام الذي سبقه شهد أيضا خسائر في الإنتاج. وتوقع أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية قلة المحصول بالأسواق هذا العام، وذلك نتيجة لما حدث هذا الموسم. لفت أيضا إلى أن مزارع المانجو يخسر منذ 5 سنوات نتيجة للتغيرات المناخية الطارئة على مصر، لكنه أشار إلى أنه تم إصدار عدة نصائح وتحذيرات لمزارعي المانجو من قبل الوزارة لتجنب حدوث أضرار نتيجة للتغيرات المناخية، وكان من أهمها محاوطة مزارع المانجو بالأشجار أو السياج لحماية الزرع، وأيضا ري محصول المانجو قبل الموجة الحارة لحماية النباتات. وقيل إن من طبق هذه النصائح لم يتأثر محصول المانجو لديه. لهنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا، لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.